وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. وارد في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه إنها رؤيا عين ليلة الإسراء. رؤيا لعظوم البخاري رؤيا عين ليلة الإسراء. إذن زي ما قلنا لكم هذه الآية منتمية لقضية للسورة بشكل عام وبالذات الإسراء. مش هي سورة الإسراء؟ إذن لها علاقة بالإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ما هو أصلا الإسراء حد الثاني إيش؟ المسجد الأقصى. انتهى وين الإسراء؟ إلى المسجد الأقصى. انتهى الإسراء إلى المسجد الأقصى. تمام؟ طيب إذن هذا ما ورد في صحيح البخاري على لسان ابن عباس، وهذا ما عليه جماهير المفسرين، لأنه في أكثر من يعني من وجهة نظر عند المفسرين في سبب النزول. ليش نزلت هذه الآية؟ سبب النزول أقوى شيء، وما عليه جماهير العلماء وفعلا هو الراجح، إنه سبب النزول حادثة الإسراء. أصلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لنريه وما جعلنا الرؤيا التي أريناك. إذن هو رأى أمور كثيرة. طيب الآن إذن منعرف سبب النزول في هذه المسألة في الحديث الوارد في البخاري كما قلنا عن ابن عباس، وإذ قلنا لك، معناته الرسول صلى الله عليه وسلم في عنده يعني بتحسب في موضوع المستقبل بطمنه. وما جعلنا الرؤيا، الرؤيا إذا كتبت بالتاء المربوطة بالهاء يعني رؤيا، هذه معناته رؤيا بصرية. وإذا كتبت بالألف رؤيا، هذا معناته في المنام، هذا معناته في المنام، في المنام. وإذا كانت في المنام رؤيا معناته في إطلاعك على أمور مستقبلية. بتصير معكم ولا بتصيرش؟ إنك ترى أمر مستقبلي، صورة جاي بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، وإذا هي أمامك أنت كاين شايفها. رؤيا كيف كتبت في المصحف؟ كتبت في المصحف بألف. طبعا احنا بنحط الهمزة على واو الرؤيا، لكن في المصحف بالذات لم توضع على واو، وضعت الهمزة لوحدها. هذا ما نسميه الرسم العثماني. الرسم العثماني له أسرار وله خصوصيات، ها؟ فمكتوبة طبعا الرؤيا مش همزة فوق، مش واو فوق همزة، وإنما همزة بدون واو الرؤيا، بس المهم بألف. بألف معناته هذه رؤيا منامية. طب ما هو ابن عباس يقول رؤيا عين، يقول ابن عباس رؤيا عين، وكيف هنا منقول رؤيا؟ وذاك حاولوا بعض أهل اللغة يعني يقولوا لا ما هو برضو يمكن انه لا مش ممكن انه لا هو فعلا احنا الرؤيا هذه اللي بتكون في المنام، والرؤية البصرية المباشرة بتكون بالعين. جميل، بس هي إلها شيء تاني. هو الحقيقة ليش الرؤية المنامية؟ الرؤية المنامية، ما هي الرؤية المنامية اطلع على مستقبل مش موجود الآن. والشيء اللي شافه الرسول صلى الله عليه وسلم على ما يبدو مستقبل مش موجود الآن. فهمتوا العلاقة بين اثنين؟ كمان مرة، إذا أنت بترى الواقع هذه الرؤية، طب وإذا بترى المستقبل سواء كنت نايم أو صاحي ورأيت المستقبل، طب ما هو هذه رؤية المستقبل إحنا غالبا بتصير وإحنا نايمين، بس هون في نبي، هون في نبي وفي نبوة، هون
رأى الرسول صلى الله عليه وسلم المستقبل. إذن القضية مش متعلقة بموضوع إنه الرؤية المنامية ولا البصر، لا، الرؤية بالبصر أو بالمنام لشيء إيش؟ مستقبل مش موجود، مش رح يجي في المستقبل، بس مش موجود الآن، ملوش واقع الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم رأى شيء مستقبلي. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، مين اللي إذن جعله يراها؟ الله. أريناك، تفضل. طب الله بيريكم ما هو برضو في الرؤى الصادقة أشياء مستقبلية، لكن جعل الرسول يرى وهو في الوعي. وبعض الناس لذلك اللي زعموا إنه حادثة الإسراء كانت في النوم، في النوم، وطبعا هذه مضحوضة وجهة النظر بأدلة كثيرة جدا، هم حاولوا يستدلوا بأنه هذه الرؤيا، وهو مش منتبهين أنه هذه رؤيا، لأنها رؤيا مستقبلية سواء كان صاحي ولا نايم.